العامل حد يكمل جميلك والمنص العامل المحافظات بروحة بحضرت أخبار وتخبار اليوم. أهلا أسعد. فالنهاردة حضرتك نازلة بتقولي نعم. نعم للدستور طبعا. نعم للدستور. نعم لاستقرار مصر. نعم لخريطة الفلك. ماذا بعد نعم للدستور؟ 25 يناير. ونحشد ان شاء الله وننزل علشان ندي تكليف لسياده الفريق ويبقى رئيس الجمهوريه ان شاء الله. شايفه حضرتك النهارده مشاركه المراه كانت فعاله النهارده في اول يوم؟ والله انا مش عايزه حد يزعل مني بس هي المراه تقريبا معظمها هو اللي نازل يعني بصراحه يعني سيدات كتير جدا جدا في جميع اللجان. احنا لافين على لجان كتير قوي وسيدات كتيره جدا جدا موجودين يشاركوا ويقولوا نعم. نسبة التصويت بتاعك تقريبا طلعت 97% بنعم 97 و98 وفي بلاد طلعت 100% نسبة التصويت للدستور يعني طبعا وان شاء الله مصر كمان هتطلع هتعدي 80% ان شاء الله. طب بصفة حضرتك بقى كمنصة عامة للمحافظات هتملك كام من جنيهك؟ نقدر نقول يوم 25 هيتقدم كام استمارة للفريق اول عبد الفتاح السيسي للقبول والترشح؟ ان شاء الله يعني احنا بنأمل ننزل بال 30 مليون ان شاء الله ربنا معانا وان شاء الله نحاول نجمع كل الاستمارات اللي موجوده دلوقتي وننزل ب 30 مليون ان شاء الله. هل هناك استعدادات او مفاجآت لحمل الكم اللي جميلك الفتره اللي جايه ديت؟ طبعا طبعا عندنا حاجات مفاجآت حلوه قوي بس مش هقدر اعلن عنها دلوقتي دلوقتي للدستور وبعدين 25 وبعدين ان شاء الله في حاجه كتير ان شاء الله. استاذه مي عبد العزيز احنا بنشكرك حضرتك جدا. نعم What are you?